الريس بيقرا مقالتك دايما ومبسوط جدا من الموضوعيه بتاعتك. ده شرف كبير يا فندم. انا عموما بكتب اللي انا مقتنع بيه وبس. اكيد وصل الكلام انه في تغيير في القيادات الصحفيه الايام دي. والله يا فندم احنا بنسمع وبصراحه سمعنا كتير قوي، بس يعني شوف التوقيت مهم في كل حاجه، وبعدين تعيين قياده صحفيه جديده حاجه مش سهله. طبعا يا فندم، وليه اعتبارات كبيره قوي. وانت ازيك؟ انا تمام الحمد لله. والمدام ازيها؟ بخير يا فندم. انت ايه رايك في البرنامج اللي هي بتعمله على محطه قناه الشمس؟ وبصراحه البرنامج مش قد كده. يعني بتشوفه احيانا؟ وبتقول ايه للمدام بقى بعد ما تشوف الحلقه؟ بجاملها احيانا. بتجاملها؟ بس في العموم بقول لها على الملاحظات السلبيه الكتيره قوي اللي موجوده في البرنامج ده. هتقول لها على ايه ولا ايه؟ البرنامج كله سلبيات. وين حقيقي هي مش عارفه صاحب المحطه ده مين ورا. شكلي كده اروح البيت اطلقها رغم اني بحبها قوي. لا لا لا، احنا مش عايزينك تطلقها ولا حاجه، احنا عايزينك تهديها شويه بدل ما يهيج علينا. انا جاي ابشرك بشرى خير ان شاء الله. انا شفت لك رؤيه عظيمه، انا صليت الفجر يا جماعه في المسجد ورجعت البيت وعيني غفلت الرؤيه يا استاذ كريم انك بقيت رئيس تحرير الجورنال. يسمع منك ربنا يا سيدي. بعد اذنك يا قمر هروح اعمل حاجه وراجع على طول. واقف ليه يا استاذ مصطفى؟ اتفضل ارتاح. اهو كده يا راجل. اللي قول لي، هي الرؤيه كانت عباره عن رئيس تحرير بس ولا رئيس مجلس اداره كمان؟ يا جماعه دي احلام، مجرد احلام. مش كده يا استاذ فهيم؟ ازيك يا انجي؟ صباح الخير يا احمد بيه. صباح الخير يا كريم. كريم حياتك افتح لها ستاير، خلي نور ربنا يدخل. صحيح مبروك. على ايه يا احمد بيه؟ سمعت انك بقيت رئيس تحرير في الحلم. زميل حلم احلام يا احمد بيه. بس انت فرحت بالحلم ده مش كده؟ دي خزعبلات يا احمد بيه. هو في احلام بتتحقق الايام دي؟ على كل حال يبقى خلي اللي احلم لك الحلم ده ينفعك. لازم تعرف يا ابني ان انا اللي برشح مين اللي هيقعد على الكرسي ده بعد مني. ايه مستني حاجه؟ انا اذنك. حبيبي طبعا مصلحتك تهمني. اذا كان عليا انا مش عايزاك تبقى رئيس تحرير، انا عايزاك تبقى رئيس جمهوريه. لا بلاش رئيس جمهوريه، اي رئاسه تانيه الا دي. ماشي اي رئاسه تانية بس بعيد عني. مش فاهم. ينفع حد في شغلك يقول لك تكتب ايه وما تكتبش ايه؟ يوه طول الوقت عادي جدا. انك تتنازل؟ ان الحاجه تتعامل بحساب. بس احنا قبل كده في الاول يا حبيبي اتفقنا ان محدش يتدخل في شغل التاني ولا ايه؟ كام حلقة بس؟ خفاف، زراف،
لطاف الراجل النهارده الصبح كان عاوز يطلب مني كده صراحه. راجل مين؟ صاحب الامر والنهي في الموضوع ده. ساعديني الفتره قصيره. بلاش بقى اللي غرقوا واللي اتحرقوا واللي اتخنقوا المساكين والعيانين اللي مش لاقيين ياكلوا دول. بيني وبينك الناس زهقت قوي من موال البايخ ده. صح عندك حق. على اساس الناس زهقت كمان من التلفزيونات والجرايد والسيمون فيمي والكافيار والحياه الهايله. انت صح يا حبيبتي. انت صح. انا بقولك بس الفتره لفتره صغيره لمستقبلي ومستقبلك. مستقبلك بس انا شايفه يعني ان مستقبلك انك تبقى صحفي ناجح ليك شعبيه ناس بتقرا لك تحترمك تحبك احسن من 100 رئيس تحرير ما حدش بيقرا مسطر. لا يا حبيبتي البلد دي مش ماشيه كده. البلد دي المستقبل فيها هو المنصب وبس. كبير صغير مش مهم. بصي حواليكي فتح لي البلد من رجال الاعمال جريوا ورا مناصب لانها الحمايه والحصانه. لكن النجاح وانت ناجحه طبعا بكل المقاييس حاجه تانيه. نجاح لمبه منوره زي دي لكن بلمسه واحده على مفتاح النور ساعديني عشان خاطري. ايه يا بنتي وجوزك مش حصان وفرس هتسابق مين يكسب؟ وبصراحه بقى حياتك الزوجيه اهم من شغلك. ليه ما يكونش الاثنين بنفس الاهميه؟ بطلي حنان تتكلمي كده زي الستات اللي عمرهم ما اشتغلوا. اه بحب بس كابس على نفسي. الراجل قال لك تساعديني وانت يعني هتساعديه في سرقه بنك زي ما قال لك كام حلقه خفيف لطاف مش احسن من البرنامج كله يتلغي. ابعدي عن اللعب الخشن شويه على الاقل لحد ما التغيير يحصل. هبه لاحظي انك متجوزه بقالك 7 شهور بس ودي جوازتك الثانيه يعني اي خلاف بينك وبين كريم هيتاخد ضدك انت. الاستاذه اللي البلد مالهاش سيره للبرنامج بتاعها. ازيك يا اليكس عامل ايه؟ ازيك يا اعلى لما بتنورينا يا فندم. ميرسي ربنا يخليك. اه شو شيوخ يا لطيف مش اقل من 3 أو 4 عمليات تجميل مش ممكن. انا مش عارفه فيها ايه زياده عن اي ست تانيه. يمكن عقلها يا جماعه. سلمى. ايوه يا مسيو اليكس. مع الاستاذه سلمى. سلمى حايك شخصيا؟ انا رايي انها اجمل من سلمى حايك. الدنيا حظوظ يا اليكس. المحل منور بوجودك يا مدام تحت امرك. البرفان الجديد بتاع شانيل نزل عندكم؟ موجود من اسبوع. طب هايل عايزه واحده وعايزه فيشل واش ولوشن وكل الوان الروج الجديده. مدام هبه أيوة. انا من اشد المعجبات بحضرتك. ميرسي. حضرتك الحلقه بتاعت امبارح كانت هايله عايزين من ده كتير ان شاء الله. التوفيق دايما. ميرسي قوي. على فكرة يا أستاذة أنا اتفرجت على الحلقة. عجبتك؟ يعني إيه؟ أصلي نمت قدام التلفزيون وأنا بتفرج. لا يا شيخ. يا أستاذة هبة الحكاية أصلها أصل إحنا محدش بيشوفنا بتسمعوا عن أخبار الناس من غير ما تشوفوها. لو شفتي بعينك هتفرق معاكي.
عايزين نشوف ايه بالظبط؟ انا متاسفه يا استاذه، الظهر ان انا نسيت نفسي. لا انا بسالك بجد، ترد انت بقى عليا بجد؟ انا مقسومه اتنين. فهميني قصدك ايه. ممكن تتخذ فيه، تتعرضي للسرقة وللضرب. لانغوستين والاغتصاب. دي حاجة متضحكش. لعلمك بقى دول ناس عشريين جدا يا سلام، وطيبين جدا جدا جدا. أنا ناوي أعمل حلقة ما حصلتش عن سلمى حايك المصرية، نص نهارها عايشة في وسط جرلان وإيف سان لوران وديور، والنص التاني ما بين مخلفات وزبالة وروايح وحشرات وحاجات بايخة. عاوزة تعملي لنا فتة اجتماعية؟ تحريض الطاقات على بعضها. عاوزة تودي لها بداية؟ مش أنت اللي مش عايزني أتكلم في السياسة؟ طب اللي انت بتقوليه ده كله سياسه؟ تقدمي في حاجه دي حكومه لا تلام عليها. اجتماعيات، شويه اجتماعيات كده. الاعلانات هتزيد ونسبه المشاهده كمان هتزيد، بس مع شويه تجديد. صح والله العظيم، صح يا بتتكلم صح. بقول لكم ايه، موضوع الجواز والعنوسه وقهر المراه ده موضوع ملغم سياسه. كل دول احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، هنسوق الهبل على الشيطان. قهر المراه، طب والله موضوع كويس ومش بطال. شوف دلوقتي اقتنعتي يا ناس. والموضوع بقى حريه ولا المساله زفت كلام؟ بص يا تامر، انا عايزه اقول لك حاجه، طالما في قوه اكبر منك وبتلوي دراعك يبقى مفيش داعي انك تسيبها لغايه ما تكسر. هدا هو اللي انت شايفاه غلط، بقى احنا هنعمله. اه ساكت يا تامر، انت مش فاهم حاجه. مفيش هبه، على ذكر قهر المراه، في مقاله النهارده مهاجماك يكون شديد شويه. زي ما الجورنال بيكتب حاجات كويسه عنك، هو لازم برضه يكتب حاجات كده. هي دي الموضوعيه. كبري دماغك يا ستي. هبة هموت من الجوع. احنا ليه ما بنخلفش؟ انا شخصيا ما عنديش مانع، انت اللي متردده. ازاي هتطلعي على الشاشه وانت حامل؟ والبرنامج بتاعك هتعملي فيه ايه؟ شغل ايه وبرنامج ايه؟ انا عندي اهم 100 مره ان احنا نعمل عيلة. انت ايه رايك؟ بلاش استعجال.
وجود طفل محتاج مجهود كبير مني ومنك، وبعدين غيابك عن الشاشة مش جاهز يأثر على شعبي. ساعات بسأل نفسي احنا بنعمل ايه بالجواز؟ عايشين في بيتي جنة، كأنه سويت في اوتيل 27 نجم. ايه؟ مش حابة البيت ولا ايه؟ حباه طبعا، حباه. انت في شغلك طول النهار وانا كمان زيك، نادر لما بناكل مع بعض في البيت. الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا السرير. الكلام اللي ملوش معنى ده هبه. بالذمه ده كلام ملوش معنى؟ ايه في ايه؟ ده حمدي منصور، انت مش عارفاه ولا ايه؟ عارفاه ولا مش عارفاه؟ احنا مالنا بيه؟ لازم اسلم عليه، ما يصحش. اذا كان هو ما سلمش عليك يا كريم. ما شافنيش يا هبه، انت عارفه الراجل مركزه، عيب قوي لو ما سلمتش عليه. نص دقيقه وهرجع لك على طول. اهلا حمدي باشا. اهلا بالصحفي الهمام، انت فين يا استاذ؟ خليك مستريح يا فندم، انا تحت النظر. اعرفك سعادتي يبقى سعاده السفير احمد مراد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا كريم، اهلا. جو باك. انا عايز اعرف انتوا ليه متدبقين سعيد مبروك عندكم في الجريده؟ والله ابدا يا باشا، بس عشان يبقى في مصداقيه. بس هي لك انت انا مش كريم، بس احسن صحفي. حمدي باشا، انا عاوز سيادتك تدعمني. ايه حضرتك عارف ان في حركه تمويل في المؤسسات الصيفيه ولا مرشح؟ قصدي يعني احد المرشحين لمصر الناس الصيفيه. انت رئيس التمويل. الراجل واصل وكلمته مسموعه ومقرب من رئيس الحزب ورئيس الجمهوريه. اه صح، ما عنده جناحات بيطير بيهم يا كريم، بس ده مش معناه انك تجي على لوحدي على الترابيزه والناس تقعد تتفرج عليا. انا مش فرقه يا اخي. بس مش ضروري يعني يا هبه كل ما تشوفيني بجامل حد مهم تحسسيني ان انا صرصار. ايوه يا رشدي، ازيك؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه البرنامج يقع، لازم نفضل محافظين على المكانه اللي احنا وصلنا لها. وشوف ايه كمان بقى، انا مش عايزه معدين، انا اللي هعد البرنامج بنفسي. عايزه ارجع صحفيه تاني. ايوه، ما فيهاش حاجه يا اخي، عايزه اشوف بني ادمين حقيقيين. لا لا يا رشدي، انا عندي موضوع. كلمني واحد صاحبي دكتور نفساني عنده حالة في المستشفى ومستعدة تتكلم في البرنامج. هو رأيه ان ده مفيد ليه؟ صحيا طبعا، امال ايه؟ لا لا لا، هروح لوحدي. جامعة القاهرة. على ايامي كانت الجامعة حلوة كده زي في الصورة. تعرفتي ازاي ان انا بص على الصورة دي؟ دي كنا في رحلة للهرم. عارفة مين اللي ماشي قدامي ده؟ محمود سعد المذيع، بس هو أكبر مني بسنتين، قولي 10 كده. دي لما اشتغلت في الفندق. الزمن ما بيرحمش حد. ليه كده يا أماني؟
ما انتي لسه زي القمر اهو. كل الصور دي ومش شايفه لك صوره مع فتى احلام حبيب عاشق. ما هو انا لو كنت لقيت حبيب كنت صورت مع مدر الصوره 10. عندي صور مع اصدقاء زملاء، لكن حبيب ما فيش صور ولا حتى في خيالي. معقول كل الرجاله اللي في الدنيا دي وما لقيتش راجل تحبيه؟ مش غريبه دي؟ حبيت وكرهت. هاي تحبي نتكلم في الموضوع ده؟ بدل ما انتي قاعده ما بتعمليش حاجه كده اعملي لنا فنجانين قهوه. حاضر يا مان. مش من هنا، من هنا. قولي لي يا اماني، كلميني عن حياتك العاطفيه. الرغبه الجنسيه يعني حاجه طبيعيه. بصي انا جبت دي عشان البسها وانا طالعه عندك في البرنامج. ايه ده جبتيها منين؟ اشتريتها. باروكه بيضه يا اماني. امال اجيبها يعني لونها ايه؟ فستقي وقار. وقار هي فعلا وقور عليكي جدا. ها ناويه تتكلمي في الموضوع ولا لا؟ اه طبعا ناويه. يا اماني انت كنت شغاله في تترين عرض، يعني اكيد العرسان كانوا هيموتوا ويخطفوكي. اتفق على حاجه. ايه هي؟ في فرق بين راجل بيحب ست وراجل عجبها واحده ست. انا عجبت رجاله ياما، لكن مين حبني عشان احبه؟ حكايه ان الست تبقى في حضن راجل دي مش سهله خالص. وبعدين عمري ما كنت في فاترينا عشان عمري ما كنت للبيع. عشان كده اتخليتي على الحب؟ لا بالعكس، انا ما رضيتش بقى الا من الحب بس ما لقيتوش. والعذرية مالها؟ انا عذراء. ايوه ليه؟ انت فيها ليه؟ قصدي يعني على اعتبار ان شرف البنت زي عود الكبريت ولا على اعتبار ان ده شرط من شروط الجواز؟ سبب تاني خالص، ان انا ما كانش عندي حياه جنسيه فكان لازم اكون عذراء. هبقى غير عذراء ازاي؟ ما هي الست عشان تبقى غير عذراء لازم يكون في حياتها راجل. ايوه فارس الأحلام كامل الأوصاف. ما تتريقيش. آه فارس الأحلام كامل الأوصاف، راجل يحطني في عينيه وأحطه في عيني. ليه لأ؟ كلنا محتاجين حنان، دي حاجة إنسانية. محتاجين حد يملى قلبنا ويحضننا. آه طبعًا، حنان حلو قوي، بس المهم إنه ما يخلصش البنيات في الآخر. مالك يا تنصري؟ في ايه؟ ضهري بيوجعني من وانا عندي 17 سنه لغايه 27. ما اقولكيش كان عليا زحمه، بس زحمه الفرجه بس. واللي انا حبيتهم كنت عارفه ان هما بيحبوني، خافوا مني. اللي يقول يا عم دي عايزه الواحد يسيب شغله ويشتغل غفير عليها، واللي عايز يخطف خطفه ويجري حسب شطارته. ده طبعا بقى يغرق عروض العرب والاجانب. اللي انا مش قادره اتصوره واحد يشوفني دقيقتين ثلاثة وفي الخمسة يقول لي تتجوزيني. من وانا بقى عندي 27 سنة لغاية 37 كل حاجة. نساء ماني؟ لا يا دكتور، كل الرجالة اتفقوا على رأي واحد، واحدة زي دي تقعد لغاية دلوقتي من غير جواز ليه؟ أكيد معيوب. وحياتك، حياتك الجنسية يعني طول السنين دي كانت فين؟ في الأحلام، وأحياناً كنت بتعب نفسي. قال كده ابن اسرائيل بلاش اباحه. ومن 37 ل 47 ايه اللي حصل؟ دنيتي اتغيرت ونفسيتي اتغيرت. الكل كان بيتعامل معايا على اني عانس، حتى نوعيه العرسان اللي كانوا بيتقدموا لي برضه اتغيرت. اماني لو اتقدم لك عريس دلوقتي تعملي ايه؟ لا خلاص بقى، يفيدني بايه الجواز دلوقتي؟ الجنس؟ مستحيل اهين نفسي واتجوز شاب صغير استنزفه جسديا ويستنزفني ماديا وهيفضل مش طايقني.
ويمكن يعرف عليها بنت صغيرة بفلوسي. مش شرط يكون شاب صغير، راجل مناسب يعني يبقى في سني أو أكبر بكم سنة، يعني نقعد جنب بعض على الكنبة نتفرج على التلفزيون. طب هتعملي إيه في حياتك دلوقتي؟ عايز أفضل هنا في المصحة، هنا مش لاقية صعوبة إني أتفاهم مع أي حد، كل واحد بيعزف نغمته ومع ذلك مفيش نشاز. مساء الخير، برحب بيكم ببرنامجي نهاية المساء وبداية الصباح. الحقيقة الأسبوع ده احنا قررنا نبعد عن كل المشاكل والهموم ونسبح بعيداً عن بحر السياسة المليء بأسماك القرش المتوحشة، يعني حبينا نرفه عننا وعنكم شوية ونتكلم عن أجمل المشاعر. حواء هي الأنوثة والجمال، هي العطف والحنان، هي صانعة الخبز وصانعة الحب وأم الولد وأم البنت وسند الرجل وبهجته وكمان متعته. لن أطيل حتى لا تتهموني بالتحيز للجنس اللطيف مع أني متحيزة جدا ليه. أنا عايزة أحيي ضيفتي، أحييها على شجاعتها منذ أن شعرت بأنوثتها قررت ألا. شجاعتي؟ تقول إيه المجنونة دي؟ للرجل الذي تحبه ويحبه فظلت تبحث عنه وتبحث عنه إلى أن انتهى بها المطاف في مصحة نفسية. دعوني أرحب بالإنسان التي قدرت نعمة الإنسانية. اهدي بس يا مدام أماني، دي كلها شك الدبوس. بكره الدبابيس وكمان ما جبتش الدواء بتاعي. معلش يا فندم، أنا آسف على إزعاج حضرتك، أنا عايز أطمن بس، حضرتك بتتفرج على البرنامج ولا لأ؟ كلام في الحب ومشاكل العشاق، لا سياسة ولا هم ولا غم ولا أي حاجة يا فندم. ربنا يخليك يا فندم.